السلام عليكم. بنكمل تاني، قبل شوية كنا بنتكلم على التشالنجز في فيسينج سمارت سيتي ديزاين في هذا المجال. الآن حنتكلم على شأن آخر غير التشالنجز، حنتكلم على الانترنت اوف ثينجز. الانترنت اوف ثينجز هي التكنولوجيا الحديثة وهي درايفر للسمارت تكنولوجي حاليا. يعني نتكلم على كيف نستخدم الانترنت لنشبكها مع كل شيء. الآن نتكلم على في قطاع الأجريكالتشر والأوتوميشن، المزارع الذكية، كيف نقلل استخدام السماد أو نستخدم السماد بكفاءة عالية، كيف نقلل استخدام المياه ونستخدمه بكفاءة عالية في الزراعة، كيف نزود البرودكشن للمحاصيل اللي عندي. بيلدينج مانجمنت، نتكلم على استخدام أقل طاقة ممكنة في المباني واستخدام التكنولوجيا في عمل المباني الذكية. بنتكلم على الانرجي مانجمنت، كيف احنا ندير قطاع الطاقة سواء في الترانسبورتيشن، سواء في البيلدينج، سواء في الاندستري. نتكلم على الامبيدد سيستم، كيف الآن بنتكلم على انه هذه زادت بشكل كبير وصار انه جزء رئيسي، صار انه نصنع الاجهزه الموجوده الهوم ميد ابلاينسز اللي تشتغل على الواي فاي او تشتغل على الوايرلس تكنولوجي. نتكلم على الافري دي ثينجز اللي هي من الاشياء، نتكلم على التلي ميديسين اند تلي هيلث، انه كيف احنا صرنا مربوطين مع الدكاتره عبر انظمه ذكيه. نتكلم على الفيهيكل assessment، بنتكلم على البيت monitoring and controlling، بنتكلم على smart cities، بنتكلم على security and surveillance، كيف المراقبة والأمن، كيف هذا بيوفر مجال إنه إحنا نكون في أمان على طول. بنتكلم على machine to machine and wireless sensor network، وهذه هي العالم اللي بيعمل generation للبيج داتا في العالم. نتكلم على البيج داتا. البيج داتا في وجود يعني millions and millions of sensors around the world، هذه كلها هي هتعطي هترسل لنا داتا. الداتا هذه احجامها كبيرة. لو احنا تبعنا مثلا حاجة بسيطة، تبعنا السوشيال ميديا مثلا، هنلاقي كم لا بأس به من هاي. بنتكلم احنا لو بنتكلم على سنسورز موجودة على كل انسان في كل بيت في كل مكان، سواء بنتكلم على ايميجز بتصلنا، بتتكلم على ترانز اكشنز، بتتكلم على سنسور داتا، بنتكلم على اللوكيشن، بنتكلم على الانتربرايز داتا، على الداتا بيسز، الايميل، اتش تي ام ال، البابليك داتا، الكليك ستريم، بنتكلم على السوشيال ميديا. كل هدول بتجمع يعني ديتا مهولة. الآن كيف نتعامل معها؟ هذا العلم بيسموه البيج ديتا اناليسز، اللي مستخدم حاليا في الكثير من الابليكيشن، وبترتب عليه بعض للاناليتيك زي الارتفيشال انتليجنس، بنتكلم على الديب ليرنينج، بنتكلم على حاجات كثير، علوم جديدة إلها دخل في علم البيج ديتا أو الديتا ساينس كما يسمى. الـ Big Data refer to a collection of large and complex data sets such that it is difficult to process using regular database management tools or traditional data processing application. Big data has several important characteristics including the following. إيش هي؟ Complexity, very complex, volume, big volume, variety اللي هي متنوعة بشكل كبير, variability إنها متغيرة بشكل كثير, diversity اللي هي ايش؟ على قطاعات معينه بتغطيها بشكل عام. فانت بتتكلم على حاجه كبيره جدا، ويمكن استخدامنا للار بروجرامينج اللي هو من افضل انواع البرامج اللي بتتعامل مع الداتا سيت ومع البيج داتا في جزء الاناليسيس في هذا المجال. The big data must be processed with advanced analytic and algorithmic method and tools to retrieve the meaningful information. يعني
يعني هذا زي ما حكيت هي من التحليل، التحليل بيبقى برمجيات at an abstraction level. Big data can be of three types such as enterprise data, public data and transaction. اللي بنتكلم عليها هنا في الداتا، البيانات العامة، البيانات الخاصة بالمؤسسة، والترانزاكشن اللي هي الحركة اللي بتحصل، تتبع الحركة أو خلينا نقول القرارات أو الإجراءات. Example of big data include atmospheric data اللي هي الخاصة بالجو، call detail records الاتصالات، genomic data، e-commerce data، internet search indexing، medical records، military surveillance، photography archive، RFID data، sensor network data، social network data، video archives and web logs. كل هدول أمثلة على أنواع مختلفة من الداتا. Storing a large amount of data may be cheap due to cheaper storage available at the present. هذا لما نتكلم في العلم، في العلم هذا بنتكلم عنه علم الداتا ساينس ككل، فهذا إحدى البرانش فيها اللي هي إيش البيج داتا، وحنتكلم عنه يمكن في الار بروجرامينج، حنتكلم كيف إيش بنعمل فيها، خصوصا لما يكون عندي ميسنج داتا، يكون عندي داتا بدي أعمل أناليسز، بدي أعمل إكستراكشن لمعلومات، بدي أخزنها، بدي أعمل فيجواليزيشن لها. كل هذه بعض الشغلات اللي إحنا حنأخذها في الار بروجرامينج لنشوف إحنا كيف نقدر نتعامل مع البيج داتا. ويعطيكم العافية، هيك بنبقى خلصنا اللكتشر للأسبوع، وإن شاء الله بنتكمل معكم في الأسبوع القادم ببقية الشغل. بنتكلم مع حنتعامل معكم هاندز أون في الار بروجرامينج إن شاء الله. يعطيكم العافية، السلام عليكم.